مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضرتك ولقاء يتجدد مع الاقتصاد والناس. الحقيقة ان السياسات المالية والسياسات النقدية اللي خاصة بأي دولة من الدول بترتبط بشكل كبير جدا بالعديد من المتغيرات الاقتصادية لهذه الدولة، ودائما ما تصدر السياسات النقدية من قبل البنك المركزي اللي بيراعي هذه التغيرات والتطورات بشكل كبير. النهاردة ومن خلال حلقتنا بنلقي الضوء على العديد من الملفات اللي بتمثل بالفعل أهمية كبيرة لدى البنك المركزي المصري والرؤية الشاملة لهذه الملفات، ومن هل من المتوقع أن يتم يعني طرح أي سياسة نقدية في الفترة القادمة نتاج هذه الملفات أو نتاج هذه التغيرات وتأثير ذلك على الحالة الاقتصادية في مصر. الحقيقة ملفات مهمة جدا وتأثيرها بالتأكيد له ردود أفعال على كافة المتغيرات الاقتصادية، هنتعرف عليها النهاردة من خلال حلقتنا اللي بيشرفنا فيها دكتور محمد أنيس الخبير المالي والمحلل الاقتصادي لإلقاء الضوء على أهم الملفات المطروحة أمام البنك المركزي وتبعية القرارات الخاصة بها. لكن قبل ما نبدأ حوارنا هنتوقف مع حضراتكم مع هذا التقرير، نعود بعده مباشرة. كشف البنك المركزي المصري عن دراسة إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، مشيرا إلى أنه أحرز تقدما في دراسة المشروع، حيث يتم التعاون مع عدة مؤسسات دولية بهذا الشأن، ويأتي قرار البنك المركزي استكمالا للخطوات التي اتخذها ضد انتشار وتداول العملات المشفرة، حيث يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية لما تتسم به من أمان واستقرار بديلا عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها، ويأتي ذلك في إطار عدة مشروعات يعمل عليها المركزي المصري حاليا. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وزي ما قلنا مع حضراتكم هناك العديد من الملفات المهمة اللي يعني بتؤثر بشكل كبير جدا أهمية لدى البنك المركزي، وهنتعرف مع حضراتكم على هذه الأهمية والتبعيات الخاصة بها من متغيرات خاصة بالسياسة النقدية. لكن في البداية اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيفي اللي مشرفني، وأرحب بدكتور محمد أنيس الخبير المالي والمحلل الاقتصادي. أهلا بك يا دكتور، منورنا. أهلا بك يا دكتور علي. خلينا نقول أن الفترة الأخيرة الحقيقة شهدت متغيرات اقتصادية كبيرة جدا، سواء انضمام مصر للبريكس، سواء قمة العشرين التي عقدت، سواء يعني المتغيرات الاقتصادية المختلفة الخاصة بسعر الجنيه وغيره. ولكن خليني في البداية أقول أن السياسات النقدية بتتأثر بشكل أو بآخر بهذه المتغيرات، فكيف ينظر البنك المركزي إلى المتغيرات الخاصة بالمجتمع والمؤثرة على النواحي الاقتصادية الخاصة به؟ طبعا ده كلام عظيم جدا. حضرتك دلوقتي في متغيرين دوليين مش محليين فقط، ليهم تأثيرات مباشرة على التعاملات النقدية وعلى السياسة النقدية والسياسة المالية داخل مصر. المتغيرين دول بكل تأكيد اللي حضرتك ذكرتيهم، واحد انضمام مصر لمنظمة البريكس بشكل رسمي، أو تجمع البريكس، لسه مش منظمة رسمية يعني، مقيدة في الأمم المتحدة، تجمع البريكس. والأمر الآخر وهو مرتبط بالمجموعة العشرين والدخول للاتحاد الأفريقي بعضوية وتمثيل مصر، أو النهاردة يعني كان في حضور لمصر في هذه القمة، والقرارات اللي تم اتخاذها داخل مجموعة العشرين. تمام. لو بصينا على انضمام مصر للبريكس هنلاقي ان من المحتمل ان يبقى في ثلاثة مكاسب رئيسية من هذا الامر، ويبقى لها تأثير على السياسة النقدية. الامر الاول وهو ان يبقى في فرصة اضافية للحصول على تمويلات من البنك التنمية الجديد التابع لبريكس. صحيح. مع الوضع في الاعتبار ان في فرق كبير في القدرات ما بين بنك التنمية الجديد و البنك الدولي. البنك الدولي. الأمر الثاني وهو احتمالية يعني تحسين الميزان التجاري ما بين مصر وما بين روسيا والصين بشكل رئيسي. الميزان نتاج تواجدهم ضمن مجموعة البريكس مع بعض. نتاج دخول مصر داخل مجموعة البريكس معاهم، وإن في رغبة سياسية لدى الدولتين دول بتدويل عملاتهم المحلية.
الدولية اللي هي اليوان والروبل الروسي. دي رغبة سياسية منه. مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نقول ان دخول مصر البريكس ليس ابدا على اي ارضية سياسية، يعني ده مش اصطفاف مثلا مع الصين ضد امريكا والغرب، لا نواحي اقتصادية، احنا بنتكلم على تجمع اقتصادي، احنا مالناش دعوة بهذه الامور، دي امور ما تخصناش. واعتقد حتى يعني لكل دولة من هذه الدول هي توجه اقتصادي من خلال تواجدها داخل هذه المجموعة للاستفادة، لان خلينا نقول الاقتصاد قوة كبيرة جدا لأي دولة النهاردة بتسعى إليها، وبتؤثر أيضا على النواحي السياسية الخاصة بها، زي ما نقول دايما أن الاقتصاد والسياسة وجهين لعملة واحدة بكل تأكيد. فنظرا لرغبتهم السياسية في تدويل عمرتهم، هيبقى ده معناه أن احنا محتاجين نحسن الميزان التجاري ما بيننا وما بين هذه الدول، لأنه مايل بشكل كبير لروسيا والصين. تمام. يعني بنستورد من روسيا والصين أكتر ما بنصدر لهم، وبالتالي لو ظل الميزان التجاري بهذا الأمر معناه أن هم هيختزنوا عدد كبير من أو مليارات الجنيهات المصرية. فالمردود بتاع هذا الأمر هيبقى لإما زيادة الصادرات المصرية لهذه الدول، أو أن هذه الفوائد التجارية لدى هذه الدول يتم إعادة استثمارها كاستثمار أجنبي مباشر داخل الدولة المصرية. دي أمور مهمة جدا بالنسبة لنا. والأمر الثالث كمان أن هيبقى في أفضلية في تدفق الاستثمارات بعيدا حتى كمان عن الميزان التجاري واعتداله واتزانه، التدفق الاستثمارات داخل مجموعة بريكس، لأن في فوائد مالية موجودة تحديدا مثلا في الهند في روسيا وفي الصين. من المتوقع أو من المفترض أن يتم استثمار هذه الفوائد للاستثمار داخل الدول الأخرى الأعضاء في البريكس، ومنهم طبعا الدولة المصرية. في ظل كل هذه الظروف والمحاور اللي حضرتك تفضلت وذكرت، كيف ينظر البنك المركزي إلى هذه الأمور؟ هل ده بيؤثر بشكل أو بآخر على اتباع السياسات النقدية الخاصة بالدولة؟ هل بيتطرق إلى ربما إعطاء سياسات نقدية جديدة أو تعديل بعض السياسات النقدية القائمة؟ هذه المكاسب المحتملة بتعدل من ميزان الدولار أمام الجنيه المصري، لأن هي بتخفف من عبء احتياج الدولار، يعني بتعدل من الميزان التجاري بشكل عام، بتؤثر كمان على سعر الدولار أمام الجنيه اللي احنا شايفينه يعني بشكل مرتفع في الفترة الحالية. أعتقد ده يحد بشكل كبير من هذا الارتفاع نتيجة التداول بعملات أخرى. هو في فجوة تمويلية دولارية، الفجوة التمويلية الدولارية دي بنسعى إلى سدها بأكثر من طرق، من ضمنها الطرق المستدامة اللي أنا ذكرتها لحضرتك من خلال مكاسب بريكس، لأن دي هتبقى طرق مستدامة، لأن هي هتعدل من أصل الميزان التجاري ما بين مصر وما بين هذه الدول. طيب مش ده يتطلب وجود هذه العملات في البنك المركزي؟ يعني أنا مطلوب أن أنا النهاردة يكون عندي برضو اليوان الصيني، الروبل الروسي، باقي العملات اللي يتم التداول بها، هل ده بيكون لي يعني نوع من الاحتياطي الموجود لدى البنك المركزي أو لدى البنوك بشكل عام للقيام بهذا الدور؟ اليوان موجود لان كان في اتفاقيه تبادل عمله اتعملت في 2017 ما بين مصر وما بين الصين، لكن ما هو نظرا لاختلال الميزان التجاري ما بين مصر وروسيا والصين والميزان لصالح روسيا والصين، ده معناه ان هم اللي محتاجين يحصلوا على الجنيه المصري مش العكس، لان انا بدفع لهم اكتر ما بحصل منهم، وبالتالي لو التعامل بقى بغير الدولار يبقى هم اللي هيحصلوا على الجنيه المصري ويبقى ليهم احتياطيات من الجنيه المصري عندهم. ده مش هيبقى مفيد قوي بالنسبه لهم، لان الجنيه المصري عمله محليه في الاول وفي الاخر ما لهاش تداول عالمي، لكن الصفه دي هيبقى ليها مكاسب، اللي هو ايه، هو لما هيختزن الجنيه المصري عنده فرضا يعني هيبقى مضطر ان هو يساعدني كمصر في زياده صادراتي له عشان ما يخزنش جنيه كتير، او الجنيهات اللي هيخزنها عنده دي يرجع يعيد استثمارها عندي بشكل مباشر، ويبقى الاستثمارات دي تبقى استثمارات أجنبية مباشرة مستهدفة التصدير، فلما يصدر يحصل على دولارات أو عملات دولية ويبقى له مكسب منها وإحنا كمان شركة فيها. الحقيقة برضو دي الجزئية اللي كنت عايزة أتكلم فيها، وهي زيادة استثمارات هذه الدول في الدولة المصرية، وده اللي بنسعى إليه النهاردة، دفع عجلة الاستثمار علشان يكون في عائد إيجابي سواء من خلال التواجد في مجموعة البريكس
الاندكس او من جذب الاستثمار بشكل عام يعني حتى خارج مجموعه البريكس، ولكن هذا التواجد حضرتك شايف انه بيعزز الاستثمار لهذه الدول داخل الدوله المصريه في الفتره القادمه؟ بكل تاكيد هو بيزيد من هذه الفرص. وخلينا نقول لحضرتك ان في اعتقادي العنوان الرئيسي للاستراتيجيه الاقتصاديه المصريه الان يجب ان يكون الوصول الى رقم 100 مليار دولار كصادرات مصرية، إجمالي صادرات مصرية، وهو بالتأكيد العنوان الرئيسي للاستراتيجية المصرية الآن كذلك. هذه عشان نوصل إلى 100 مليار دولار محتاجين استثمار، خمس كلمات: استثمار أجنبي مباشر مستهدف التصدير. دخولنا لبريكس بيعزز من فرص اكتسابنا إلى هذه الاستثمارات، وده أمر وهيبقى مفيد بالتأكيد. ده يخليني أنتقل للجنيه المصري. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان انا ممكن يحصل لنا عمليه التبادل بالعمله المحليه يعني بالجنيه المصري، ازاي اعزز الجنيه المصري في الفتره الحاليه في ظل التحديات الاقتصاديه اللي موجوده؟ يعني ازاي يكون في نوع من القوه اللي بتدفع الجنيه المصري علشان يكون ليه التواجد، وكيف ينظر البنك المركزي لهذا؟ احنا مع الاسف وارثين ميزان تجاري مختل طول عمره، طول عمرنا بنستورد أكتر ما بنصدر. تغيير هذا الأمر هو الأمر الحاسم وبوابة الانطلاق إلى شكل جديد للاقتصاد المصري وعادة هيكلة كاملة للاقتصاد المصري. فلما نقدر نصل بإذن الله إلى 100 مليار دولار صادرات، ده هيبقى له تأثير مباشر على الجنيه، لأن هيبقى فيه فوائد من العملات الدولية بدل ما يبقى فيه عجز. والأهم أن مع أي متغيرات اقتصادية أو سياسية دولية أو أي أزمات يبقى محصنين ضدها، عشان اللي حصل من خلال كورونا أو من خلال الحرب الأوكرانية الروسية نبقى محصنين ضد هذه الأزمات الدولية. صحيح. فلما يبقى صادراتنا أكتر من ما نستورده وعندنا فوائد من العملات الدولية، ده خلينا محصنين من هذه الأمور. طب هنا خلينا أقول الربط ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية، علشان ده يحصل مش هيحصل من قبل البنك المركزي وحده أو بقرارات السياسات النقدية، ولكن لابد من يعني تضامنها مع السياسات المالية اللي بتقوم بها الدولة المصرية. كيف يتم يعني وجود هذا الهدف؟ وهو بالتأكيد هدف بتسعى إليه الدولة المصرية، لأن كلاهما يصب في يعني دفع الميزان التجاري، كلاهما يصب إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية. التنسيق ما بين السياسة النقدية اللي هي سياسة البنك المركزي والسياسة المالية اللي هي سياسة الحكومة أمر حتمي وأساسي جدا. لأن لما يبقى مطالبين مثلا بتجديد السياسة النقدية يعني رفع الفايدة، لازم الانفاق الحكومي أو اللي هي السياسة المالية يبقى، ودي كلمة الناس ممكن ما تستوعبهاش قوي، يبقى انكماشي. يعني ما يبقاش فيه زيادة في الانفاق. لأن وده الظرف اللي احنا فيه دلوقتي، ما ينفعش نبقى بنرفع مستويات الفايدة عشان نسحب السيولة اللي في الأسواق، ومثلا السياسة المالية تبقى تيسيرية فتزيد السيولة في الأسواق، يبقى كده السياستين في اختلال ما بينهم. صحيح. لكن الصح ان تبقى السياسة المالية هي سياسة الحكومة، انفاقها يبقى انفاق استثماري، تبقى على مشاريع توفر فرص عمل ويبقى ليها منتجات قابلة للتصدير. في الحالة دي نقدر نصل إلى الهدف اللي احنا عايزينه بالتسيطرة على التضخم وبزيادة الصادرات المصرية. واستثمر وجود مصر سواء في مجموعة البريكس أو التكتلات الاقتصادية أو تواجدنا اللي كان واضح في مجموعة العشرين من خلال تواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الهند والحوارات والاتفاقيات الخاصة بها، هل ده برضو من الأدوات اللي بيتم استخدامها من قبل البنك المركزي في السياسات النقدية، وإحنا شايفين أنها بتضم كبريات الدول اقتصاديا يعني وتعزيز التبادل الاقتصادي ما بين مصر وما بين هذه الدول؟ بكل تأكيد مصر باختصار كده وبوضوح، مصر دولة تقدر الدول الإفريقية تعتمد عليها كصوت قوي وممثل سياسي للقارة الإفريقية في المنتديات الدولية، وهذا ما حدث بالفعل يعني من قبل السيد الرئيس، وده اللي حصل في جي 20 وحصل في الكثير من الاجتماعات السابقة. صحيح صحيح. مثال مثلا أزمة أوكرانيا وروسيا عملت تهديد لإمدادات الطاقة الدولية وإمدادات الغذاء. تمام. ما ينفعش وإحنا في عام 2023 يبقى فيه تهديد للغذاء
والامتدادات الغذاء يعني العنصر البشري بسبب حروب سياسيه ما بين دول او ازمات سياسيه ما بين دول. فاخراج امتدادات الغذاء من هذا من هذه المشاكل الدوليه امر مهم جدا، وده امر طلبت بيه مصر في جي 20 ودفعت عنه الهند، وده في مكاسب لافريقيا، ومهم ان المكاسب دي تيجي للدول الافريقيه من خلال الدولة المصرية. أيضا الأمور المرتبطة بالتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر، وده محتاج استثمارات كبيرة ومحتاج تدفقات للنوها والتكنولوجيا والاستثمارات من الدول الغربية أو من دول كبيرة اقتصاديا تحديدا، وده أمر بتقوم بيه الدولة المصرية بدور كبير بحيث أن يبقى فيه تدفقات لهذه الاستثمارات للقارة الإفريقية لاستغلال الموارد الطبيعية اللي عندها بإضافة قيمة مضافة وليس بنزوح هذه الموارد الطبيعية وإخراجها من القارة الإفريقية إلى الصين مثلا كدولة بتاخد هذه المعادن بأرخص الأثمان، وفرنسا مادة خام، يعني هي القيمة المضافة بتكون في الصين لأن هي بتاخدها مادة خام وتعيد تصديرها بعد ذلك كمنتج نهائي يعني بشكل أو بآخر. مصر تسعى للعكس بقى أن يبقى في استثمارات في الدول الإفريقية يعني تحقق هذه القيمة المضافة لهذه الشعوب. طيب وإحنا بنتكلم عن السياسات النقدية والعملة لابد أن احنا نتطرق إلى العملة الرقمية. بداية ايه المقصود بالعملة الرقمية وجدوى التحول الرقمي، واحنا عارفين ان التحول الرقمي ده من اهم المشروعات القومية اللي بتقوم بيها الدولة المصرية في الفترة الحالية، فخلينا نبدأ الحكاية من الاول ونقول ايه هي العملة الرقمية. عظيم جدا، خلينا نفرق ما بين ثلاث حاجات عشان مسألة تبقى واضحة للمشاهدين. لما حضرتك تدخلي البنك عشان تصرفي 10,000 جنيه مثلا وتستلميهم كده كاش من فرد بشري على داخل البنك، دي الطريقة التقليدية. لما تسحبي نفس ال 10,000 جنيه دول تستلمهم كاش من مكنة الساعة 12 بالليل مش في المواعيد الرسمية يعني دي كده الميكنة. لما بقى ال 10,000 جنيه دول ينزلوا على محفظتك الرقمية على تليفونك وتنفقيهم برضو بطريقة إلكترونية مفيش كاش خالص، ده بقى التحول الرقمي ودي العملة الرقمية. واحنا والدولة المصرية بتسعى الى هذا التحول الرقمي وبتنفذه بالفعل. بدأ بالفعل، يعني خلينا نقول ان اصبح هناك العديد من العمليات التجارية حتى على مستوى الافراد، يعني بيتم الدفع عن طريق الاونلاين يعني بشكل او باخر. اذا من هنا انا بستخدم العملة الرقمية بالفعل داخل الدولة. بالتأكيد، وهو ده التحول الرقمي وده له اهداف وله مكاسب كتيرة جدا. هي اولا احنا بننفذها من خلال يعني هيحصل تطور كبير في هذا الامر من خلال انتقال الحكومه الى العاصمه الاداريه الجديده، لان البنيه الاساسيه هناك بالكامل هي بنيه ديجيتالايزد يعني رقميه مرقمنه. فده هيحصل هيعمل فرق كبير جدا. المكاسب بقى هي ببساطه ان كل الأنشطة الاقتصادية هتبقى مقيدة أو منظورة، وبالتالي ما ينفعش يبقى في عمليات غش تجاري، وما ينفعش يبقى في حد بيشتغل في القطاع الصحة مثلا أو المطاعم بدون ترخيص صحي، وفي نفس الوقت ما ينفعش يبقى حد بيحصل على أرباح بدون ما يدفع حصته من الضرائب. فالاقتصاد الغير رسمي بطريقة سلسة هيدخل داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، ده له مكاسب كبيرة جدا للمستهلك وللمنتج، مش فقط للدولة بتحصيل ضرائب. بالتأكيد. لا، ده المكاسب مباشرة، حضرتك هتحصل على خدمات يعني مراقبة سواء كان خدمات صحية أو منتجات أو بضاعة أو خلافه، وفي نفس الوقت الدولة هيبقى ليها الإيرادات من الضرائب بتاعتها فتقدر تنفق على الخدمات الاجتماعية بشكل أفضل. وخلينا نقول إن يعني أصبح ضرورة حتمية الفترة القادمة إن كل المعاملات التجارية والمعاملات اللي بتتم للحصول على الخدمات هتكون أونلاين، يعني من خلال التحول الرقمي، هذا المشروع القومي اللي بتقوم به الدولة المصرية في كافة القطاعات واللي بدأنا بالفعل نستفيد من العديد من الخدمات من خلال التحول الرقمي. من وجهة نظر حضرتك أيضا أهم العوامل اللي بتؤثر بشكل كبير جدا بالنسبة للبنك المركزي وبيعطيها أولوية وأهمية شديدة في ظل كافة التحديات الاقتصادية اللي بتواجه المجتمع؟ عادة ما ينظر للسياسة النقدية إن هي ميزان ما بين أمرين، التضخم
والفايده البنكيه. تمام. وتحت كلمه التضخم دي بقى بيبقى في مؤشرات كتيره قوي اللي بتصنع حاجه. كلمه الفايده البنكيه كذا خط لانها بتهم ناس كتير قوي. بالتاكيد بالتاكيد. ففي الميزان ده بيبقى مجموعه من المؤشرات في الكفتين، لكن محصلتهم في النهايه رقم التضخم كام ورقم المناظر له كفايده بنكيه كام. تمام. وده بتبقى مراقبه دقيقه لكافه هذه المؤشرات بشكل يومي بالتنسيق مع الحكومه، لان لا يمكن في اي دوله فصل السياسه النقديه عن السياسه الماليه. صحيح ان السياسه النقديه بتاعت البنك المركزي لازم تبقى مستقله، يعني ما تبقاش بتعليمات من السلطه التنفيذيه، ده ما بيحصلش. ميزان الفايده امام التضخم ده الهم الرئيسي لاي بنك مركزي، او ببساطه بيتقال عليها الحفاظ على استقرار الاسعار. لاي مدى النهارده الظروف الاقتصاديه الموجوده في الدوله المصريه بتؤثر على سياسات النقديه لدى البنك المركزي؟ بكل تاكيد حاله التضخم الكبيره اللي موجوده دلوقتي واللي ناتجه بشكل اساسي او بدات موجه التضخم دي بسبب اسباب خارجيه مع بدايه حرب اوكرانيا وروسيا وارتفاع قيم او اسعار المحروقات والغذاء وكافه البضائع، فده عمل موجه تضخميه عالميه كنا احنا متاثرين بيها. الهم الاكبر للبنك المركزي دلوقتي بالتنسيق مع الحكومه هو السيطره على هذه موجه التضخم حتى يتمكن لاحقا من تخفيض مستويات الفايده، لان مستويات الفايده المرتفعه بتبقى صحيح. مفيده بنقول عليه القطاع العائلي اللي هو الاسر والافراد اللي عندهم مبالغ يعني سيفنجز اللي هي يعني مبالغ محوشينها يعني او كده المدخرات. يعني هو الامان بالنسبه للمدخرات هي البنك، ولكن في ظل التحديات الاقتصاديه اصبح العديد بيرى ان هذه الفايده حتى هي لا تساوي او لا تاتي بالثمار الجيده الخاصه بهم، وبيبداوا دلوقتي يبحثوا عن البدائل. هل تبقى وديعة في البنك، هل تبقى ذهب، هل تبقى مدخرات بالعملة. يعني أصبح هناك تنوع حتى في الوعاء الادخاري بالنسبة للأسرة أو بالنسبة للفرد بشكل عام. صحيح. الاستثمار دايما شيء جيد، والتنويع ما بين الودائع البنكية والاستثمارات الأخرى دايما شيء جيد، لكن المرحلة التاريخية أو الفترة الزمنية اللي بيبقى فيها معدل التضخم أعلى من معدل الفايدة ده بيبقى دايما مرحلة استثنائية. لا عادة، ودايما بيبقى فيه فايدة إيجابية يعني بتبقى المعدل الفايده او مستوى الفايده اعلى من معدل التضخم. تمام. يبقى لما بيحصل عكس كده بيبقى مرحله استثنائيه، احنا في هذه المرحله الاستثنائيه. فهي دايما الميزان ده موجود، ودايما بيبقى فيه تضارب المصالح ما بين القطاع العائلي وما بين الشركات، وبيبقى مهمه البنك المركزي ان ازاي يعمل هذا التوازن وفي فترات التضخم المرتفعه، يرفع الفايده لكن يسيطر على التضخم وينزله تاني، وبالتالي يقدر يخفض الفايده. وطبعا ده من خلال الاليات والمؤشرات اللي بيتم استخدامها اقتصاديا. بالنسبة للسياسات النقدية على مستوى يعني كافة الدول وبصفة خاصة خلينا نقول الدول المتشابهة اقتصاديا، هل بيكون في نوع من يعني مش عايز أقول مقارنة، ولكن اتباع الخطوات اللي بتتم في كل دولة وما تتخذه من سياسات نقدية حتى يكون نوع من الاسترشاد في القرارات الخاصة بالسياسات النقدية، ولا ده يعني أصبح الآن صعب نتيجة المتغيرات اللي بتلحق ما بين كل دولة وأخرى؟ دايما بيبقى فيه مؤثرات خارجية على الدول أيا كان دولة، مصر، فرنسا، بريطانيا، أمريكا، لكن دايما برضو الظروف تختلف من دولة لأخرى. صحيح. يعني دلوقتي مثلا هتلاقي معدل التضخم بدأ يقل بشكل جيد جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ما زال مرتفع جدا في بريطانيا. في بريطانيا 10% التضخم. كذلك مثلا في ألمانيا 6% مرتفع، ومفروض هناك بيبقى بكثير 2%. فبالتالي دايما في معادلات داخليه داخل الدول بتفرق يعني مستويات الفايده والتضخم عن باقي الدول، رغم ان بتبقى المؤثرات الخارجيه في احيان كثيره بتبقى شامله وعامه على الجميع. على الجميع، وده شفناه يعني من خلال من العديد من الاحداث اللي اثرت على كافه الدول، يعني سواء شرقا او غربا، كورونا فيروس، الحرب الروسيه الاوكرانيه وخلافه من الاحداث العالميه. وبنشوف بعض الدول اللي يعني بتختص ببعض الاحداث زي المغرب وما حدث بها من زلزال، فطبعا يعني اسفنا جميعا لما حدث في دوله المغرب الشقيق، وكل تعزينا طبعا لضحايا هذا الزلزال. اخيرا، كيف نرى السياسات النقديه في مصر في الفتره القادمه؟ هتستمر معدل الفايده مرتفع،
لحين السيطرة على التضخم ولحين سد الفجوة التمويلية الدولارية، ثم لاحقا هيتم تخفيض الفايدة بالتنسيق مع أو بالتناغم مع السياسات الدولية، تحديدا الفدرال الأمريكي، لأن من المتوقع أن الفدرال الأمريكي ما يبدأش يخفض الفايدة قبل النصف الثاني.